اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بالاخوين عسل. الاول طبعا نرحب بنجمنا الكبير رابع العالم واحد طبعا النجوم اللي صاعدين بقوه الصاروخ، والحقيقه اثبتوا يعني مستوى رائع في سن صغير، مصطفى عسل. اهلا بيك يا مصطفى. اهلا بيك يا كابتن هيثم، منورنا ووحشتنا. ضروري والله، ده بيتي يعني، ووحشتني كتير والله، وكل الطاقم وكله يعني سعيد ان انا هنا تاني، ودايما يعني بيتي. منورنا، وهنتكلم بقى في حاجات كتير ان شاء الله مصطفى. ان شاء الله. مصطفى الحقيقه بالمناسبه ليه اخ برضه صاعد بسرعه الصاروخ، واخ كمان مجتهد جدا، عنده 13 سنه، يمكن مصطفى 21، نقول 21 مجازا. مروان عسل عنده 13 سنه، بطل جمهوريه، راجل يعني مستوى جيد جدا، يعني لما يجي مصطفى يبتدي ها تلاقي ان شاء الله باذن الله يكون اخوه مروان طالع في الطريق. مروان اهلا بيك. ازي حضرتك؟ منورنا في قناه الاهلي. الحمد لله. ايه هنبتدي بقى؟ ايه الاخبار؟ كله زي الفل. قول لي انت في السكواش بتلعب تحت 13 دلوقتي ولا تحت 15؟ لا تحت 15، لما تتم السن بيبقى بلعب فوق. يعني انت دلوقتي تلعب 15؟ حلو. عملت ايه في 13؟ 13 اول على سني الحمد لله. اول على سني. يعني انا الكلام اللي بقوله صح؟ صح. لما بتطلع 15 بيبقى الرانك متاخر شويه. ليه؟ لان انت لسه طالع، بتلعب 3 4 5 بطولات ورا بعض، بعد كده بتستعيد الرانك بتاعك. ايوه، عندنا بطوله الجمهوريه بكره ان شاء الله. بكره ان شاء الله هتتلعب في مدينتي. ايوه صح. شفت انا مذاكر اهو، ملعب جروب معاكم. طيب قول لي، طيب يعني هتلعب تحت 15؟ تحت 15. اول بطوله ليك ولا لا؟ دي ثالث بطوله. تالت بطولة ليك. عملت ايه في البطولتين التانيين تحت 15؟ اخدت اول في بطولة نادي الجزيرة. ما شاء الله. او بطولة المنطقة اخدت تالت. كويس، هايل. دلوقتي يعني المنطقة تجمع نقط. دلوقتي رانك ثلاثة. ثلاثة، بسم الله ما شاء الله، انت لسه طالع. ما شاء الله. طب دي حاجة كويسة جدا. طب قول لي يعني مصطفى اخوك يعني نفسك تبقى زيه؟ طبعا ان شاء الله. وقادر على كده باذن الله. ولا عايز تبقى احسن من مصطفى؟ يلا هوقع مدريد. لا احسن طبعا. طبعا اكيد اخوك يتمنى تبقى احسن منه، مفيش كلام. طيب قول لي، انت 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 لعبت سكواش عشان مصطفى كان بيلعبها ولا انت حبيتها؟ لا عشان مصطفى. عشان مصطفى. انت كنت بتحضر معاه التمرين؟ ما خلي بالك الفرق حوالي 7 سنين او 8 سنين. 7 سنين. فانت كنت بتروح معاه وانت معلش لسه صغير. لسه صغير. فحبيت اللعبه من هنا. من ساعه ما مصطفى كان بيشوفه بيلعب وكده كنت بلعب هاندبول في الاول. طب مصطفى اكتف جدا في الملعب، اكتف اكتف يعني اكتف. مش هحتاج اشرح، انت زيه ولا هادي؟ بارد. حلو قوي، بيجو عندك اهو، قال لك بارد. طب يعني بجد انت اعصابك هاديه والدنيا كده ولا انت زي مصطفى؟ نص نص. انت شكلك زي مصطفى بس بت يعني شويه. مصطفى حماسي، خلي بالك. حماسي. حماسي جدا. انت حماسي كده؟ زيه. زيه. احنا عايزينك حماسي. لا مش عايزينك هادي، بارد بس في اللعب، انما من جواك نار. طبعا. خليني اقول لكم يعني يعني بيبقى حلو جدا لما يبقى ليك اخ وفرق السن ده كبير، وانت تعتبر متبنيه يا مصطفى. طبعا. يعني انت بتوجهه، بياخد رايك، بتحضر تمارينه؟ لا يعني جه فتره كنت بلعب معاه على طول بالليل يعني. فعلا. بحاول يعني بظبط عليه حاجات طبعا. لغايه لما يجي وقت كمان يعني هيبقى يعني سنه سنتين هبقى احتاجه بقى، اللي هو يعني بقى بالظبط يعني هيبقى تمرينه سهله اخده على طول اروح العب معاه. يعني منافسه. قعدت شبه شهرين في عز البطولات كنت باخده بالليل على طول زي يعني جيم كويس ليا، مثلا عامل شويه حاجات عليه، اتمرن على شويه حاجات عليه كده. وعايز اقول لك انت فدته. بالظبط. يعني بسم الله ما شاء الله، اول سنه 13 سنه، تالت 15 سنه ولسه طالع. لا بقول له هو دايما عنده احسن ان هو يقدمه، كمان ان هو يعني من نوع اللعيب الحريف شويه، المهاري شويه، اللي عايز يتفزدك شويه في الملعب. بس يعني بص طلع كل حاجه. يعني دايما بقول له لا نحافظ على كورتنا شويه، الحاجات دي هتيجي مع الوقت. بالظبط، يعني التسرع ده هيقل وهي يعني هيأدي ان شاء الله، هيتقل في الملعب. طبعا. طب قول يا مصطفى، انت عندك بطولات قريب؟ ان شاء الله يعني مسافر ان شاء الله يوم السبت الجاي. بسرعه ان شاء الله. بسرعه على طول ان شاء الله. على طول رايح فين؟ انجلترا ان شاء الله، اللي هي كناري وولف. كناري وولف ان شاء الله. بثلاث ايام. طيب انت رايح قبل البطوله بقد ايه؟ رايح قبل البطوله، هي البطوله بتبتدي يوم الثلاث. انت رايح السبت، قول يعني ممكن الحد تبتدي اول تمرين يعني. حد بالليل كده. يعني انجلترا قريبه فعشان كده رحت متاخر شويه. طب قول لي البطوله دي عارف مين اللي بيشارك فيها؟ ان شاء الله نمره واحد على البطوله بول كول، نمره اتنين انا. حبيبك ده. انت على طول في القرعه دايما. يعني بص انت لعبت بول كوره اكتر من لعبت المصريين. بالظبط كده. فده يعني بس انت يعني معلم عليه، ويمكن مره واحده بس فلت منك، بس انت ما شاء الله عملت له يعني مشكله.
طيب البطوله يمكن هم يعني البطولات مصنفه ايه يعني؟ هل تصنيفها جولد؟ هي جولد. عالية. بطوله كبيره. بطوله كبيره دي هتديك نقاط كويسه ان شاء الله. ولو تفتكر يا مصطفى احنا لما اتكلمنا مع بعض من سنه هنا قلت لي انا مش باصص للرانك دلوقتي. بالظبط صح. نفس الحاجه برضه، بس دلوقتي ابتدت عمليه حسابات سنه صغيره. بس يعني لا الرانك يعني زي ما احنا شايفين هو بول كل نمره واحد على العالم، الموضوع مش بعيد خالص. يعني طبعا كلنا كان متضايقين كمصريين طبعا، نمره واحد دي اتشالت مننا طبعا. يعني علي فرج بقى نمره 2 الشهر ده، بس هي مش بعيده خالص يعني. الحمد لله بول كول ده انا لعبته 4 مرات، هو كسب مره انا كسبت 3. فدايما يعني ده نمره واحد، فلما بص نمره واحد انا كسبانه كده، فدايما حاطط عيني عليه اللي هو، بس طبعا حاطط عيني على اللي يعني لغايه ما توصل له الثالث الثاني، بس طبعا رامي عيني عليه طبعا. انت داخل على المين دور على طول؟ طبعا. عشان انت طبعا اول 16 فداخل على المين دور. طيب انت عرفت ممكن مين يبقى في سكتك ولا بتبقى لا لا البطوله ان شاء الله عندي اول ماتش ما بين واحد فرنسي كده نمره 11 على العالم، واحد كويس اسمه جريجوار مارش، وان شاء الله كسبت هلاعب جول ميكن، ولد من ويلز كده انت عارف كمان هو مش مروان متابع. نمره 8 على العالم. وان شاء الله كسبت هلاعب ديجو الياس مصنف نمره 6 على العالم. مش في طريقك خالص بالكور؟ لا ما انا يعني هو واحد، هو في الطريق وانت في اثنين. هو واحد انا اثنين. بالظبط دايما اول وثاني بياخدوا طريقين عكس بعض. بالظبط طالما مصنف اول على البطوله والثاني. بالظبط. طيب اتمرنت كويس الفتره اللي فاتت؟ يعني انت يمكن ما شاركتش في ماتشات ثاني، هل يعني كان طبعا تمرين كان على مستوى الحمد لله، فتره كانت حلوه يعني، مرنت فيها فيتنس سكواش، جمعت كل حاجه، ظبطنا كل حاجه الحمد لله انا ومدربيني يعني، وان شاء الله مستعدين الفتره الجايه. الفتره الجايه هتبقى صعبه جدا، كمان عندنا بطولات لحمه كلها في بعض، بطوله كاليفورنيا دي هنرجع على طول، ما فيش يعني رجعت من الطياره يوم بطوله الجمهوريه، بعد كده سافرت تاني انجلترا عشان عندنا بطوله بريتش اوبن لانجلترا برضه تاني. بس اللي كانت بتعمل في الشتاء اللي حصل الدنيا بالظبط، وهنرجع على طول ونروح على انجلترا تاني على طول. وفي بقى هنا في شهر 5 ان شاء الله بطوله العالم هتعمل في متحف الحضاره في الفسطاط هنا. لا امتى دي بطوله العالم؟ بطوله العالم هتعمل فين؟ في متحف الحضاره. متحف الحضاره نص شهر كام؟ نص شهر. في اجنده عندك؟ اجنده لا ده لسه ده في امريكا في شهر 5 اول 5 ان شاء الله بطوله، اللي هي بطوله اللي بتعمل في محطه القطر هناك في نيويورك، وبعديها على طول بطوله العالم هنا في مصر، وبعد كده بطوله الجونه في مصر. خبر ابيض شهر عندك تقريبا كل شهر بطوله تقريبا او يمكن اكتر. ده ثلاثه انت كل اسبوع. واول 6 كمان بطوله مول العرب اللي هي بطوله الثمانيه اللي انت ما شاء الله خدتها السنه اللي فاتت دي كانت مش حلوه. ولعلمك السنه اللي فاتت كانت سنه سعيده عليك. الحمد لله. يعني يمكن مروان انت توقعت ان مصطفى ياخد بطوله العظماء الثمانيه دول؟ يعني كنت متوقع انه يكسب؟ لا صح، هو نفسه كل ما توقع انه يكسب يعني اول مشاركه ليه ودخل ويكسب وكأصغر لاعب في التاريخ في سنة ده. هو كمان خسر اول ماتش من محمد توان تقريبا. بالظبط خسر اول ماتش. صحيح خسر اول ماتش. فالموضوع كان صعب. طب قول لي بامانه يعني اكتر حاجه بتعجبك في مصطفى ايه؟ بامانه شايفها حاجه كويسه ان هو حاجه مميزه؟ ان هو جد في الملعب. جد واصرار مثلا عنده اصرار. عنده اصرار وعزيمه كده جوه الملعب. جوه الملعب ما بيقاس بيمسك في الجيم للاخر. ايوه هي دي. طب قول لي بقى يعني بابا استاذ محمود عسل، يعني انا طبعا اعرفه شخصيا وراجل يعني محترم وراجل حابب جدا السكواش، ويمكن هو مدربكم على فكره. يعني هو اللي بيشرف على تدريبكم بشكل كبير، بس هو ما لعبش سكواش. بس هو يعني من كتر ما يعني حضر معاكم بقى عنده خبره كبيره جدا. اكتر نصايح بابا بيقولها لك انت ايه؟ اني ما اضيعش كتير. ما تضيعش. يعني تركز في كورتك ما تستعجلش عليها. ايوه دي بابا دايما بيقول لك النصيحه. طب بيقول لمصطفى ايه؟ لا مصطفى ما بيقولوش حاجه. ولا بيقولوا انت مش عايز تقول يا مروان؟ لا 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 اخره ما تتعصبش في الملعب. خليك هادي كده. يمكن بتهيألي مصطفى يعني حته الخبرات انت اكتسبت خبرات الفتره اللي فاتت، اكيد بدات اهدى كتير. بقيت الحماس بتاعت الشباب اللي لسه طالع بدا يبقى في خبره، فبدات تعمل سيطره شويه على الخبره. بتهيألي الموضوع ده فرق معاك دلوقتي؟ طبعا يعني كان في يعني اللي هو بنشوف الاتجاه بتاع اللعبه عايزه ايه ونروح معاها يعني. طبعا ده بيبقى يعني خبره اكتر، هدوء اكتر، بنحاول ان احنا يعني انا طبيعتي في الملعب بدي اكتر 150%، حتى في التمرين ما اقدرش ما اديش اكتر 150% يعني ما اقدرش. لو اديت اقل من كده ما اتمرنش اصلا يعني. ما يعني في يوم ما كنتش قادر اتحرك ما فيش بتاع، لا اروح على اتمرن برضه. يعني احب دايما امشي
تمريني 100%، بعد كده الحاجه الثانيه تيجي بعدين. انت مدي الاولويه الاولى في حياتك للتمرين؟ اه طبعا، مفيش هزار. اه مفيش هزار في التمرين. اه التمرين يعني جد، وبرغم ان انت يعني معلش في سنك يعني بيبقى لسه الناس مش مدركه ده قوي، لا لا. عايز يخرج مع اصحابه، عايز يروح، عايز يسافر لسه. بالظبط. بس انت من يعني يمكن من سن مروان وانت واخد الدنيا جد. اه من ساعه لما رحت النادي الاهلي طبعا، من ساعه لما رحت النادي الاهلي وابتدى خلاص التركيز والنظام الغذائي وتماريني ايه وحاجتي ايه وكده، واللي ليا واللي عليا، والبطوله دي عايزين ناخدها فوق سني تحت سني، عايزين نطلع نحترف. انت شاركت في بطوله 15 جمهوريه و17، خدت الاثنين. 17 و19. 17 وخدت الاثنين. خدت الاثنين صح؟ فاكر انا فاكر دي، وكانت في بلاك بول. بلاك بول. انا معاك على الجروب. انا معاك على الجروب يا جماعه، وشايف يا جماعه ما تهزروش، ده انا شايف كل صغيره وكبيره. كله موجود. اه كله موجود. وكمان عايز يعني مروان مصطفى بيذاكر خصومه. بيقعد يعني انا شايفه دلوقتي عمال انا هقابل فلان، فلان ده فرنسي عارف مذاكر القرعه ومذاكر، وبيقول لك انا بس مش هركز في فلان، هركز في. انت بتعمل زي كده؟ لا الصراحه. ما بتذاكرش خصومك؟ ولا عشان يعني الخصوم كتير بتتغير؟ لا الخصوم كان عندنا كتير قوي. اه يعني عندنا بتبتدي الدور من 265 بالظبط. فانت هتذاكر مين ولا مين؟ انت بتفتكر بس يمكن اقوى اربعه خمسه. اه بس اللي هم مثلا قبل نهائي ثمانيه. أيوة. انما انت في ناس مش هتبقى عارف مين هم. اه بتشوفهم في الملعب. هو ده يعني يمكن حاجه. طب قول لي يعني لما بتنزل انت عندك 13 سنه. أوه. ما بتيجي المباراه تنزل تمشي الاول يمين شمال. أيوة. باك وفور والكلام ده كله، تبقى خايف قلقان؟ في سنه خوف، سنه بسيطه كده. تبقى في سنه خوف مع بدايه الماتش. خلي بالك السكواش هي مربط الفرس، هو ازاي تتغلب على خوفك. ايوه. هي دي. أيوة. فعلا يعني انت يعني في لعيبه كتير جدا لعبوا وبطلوا عشان ما يعرفوش يكسروا خوفهم في السكواش. صح. انت اتعلمت دي مش قلقان؟ اصل هيحصل ايه؟ لا مش بتخاف حاجه. يعني انا بسال اللعيب اللي بيخاف يحصل ايه؟ هنزل العب. خسرت بالظبط. اه كسبت خسرت بالعكس. أيوة. انا فاكر مصطفى انت وانت صغير قعدت لغايه 15 سنه ما تاخدش بطولات. حقيقي. يعني مصطفى قعد لغايه 15 سنه. ايوه. ما خدش بطولات. فما شاء الله انت كمان بادئ بدايه كمان احسن من مصطفى. طب قول لي انت بتمرن كام ساعه في اليوم يا مروان؟ اربع ساعات ثلاث ساعات. كل يوم ما شاء الله. اه. مين مدربك؟ كابتن وائل عبد المجيد وكابتن محمود عبد القادر. طبعا. طيب والتمرين كله بيبقى سكواش؟ يعني هل مثلا بتروح تمشي اكتر، بتلعب واحد على الباب، بتعمل جيم ورا، الحاجات دي اكتر ولا؟ في جيمات بالليل بنلعبها مع كابتن شيرين. لا انا قصدي اقول الوقت الاكتر بتقضيه مع المدرب لوحدك في الملعب ولا بتلعب جيمات وتمشي وزي ما بيقولوا واحد على الباب؟ لا جيمات كده. في كده وكده. طيب ده فتره الصبح فتره بالليل. انت بتمرن صبح وبالليل ما شاء الله. الصبح بتبقى مدربك؟ ايوه. وبالليل بيبقى عندنا الجماعي. برافو عليك. طب انت مش متضايق؟ انت عايز انت سنك صغير برضه لسه مروان 13 سنه، عايز تخرج، عايز تسأل. يعني مش متضايق ولا سعيد بالحياه دي؟ لا سعيد بالحياه دي. حاجه كويسه جدا ما شاء الله. انا عايز ليه بضطر بقول كده؟ لان مش في ناس بتتفرجوا علينا، في شباب وولاد في سنك. فلما يشوفوا يعني يقول لك الله، طب ما بلاقيش وقت. الرياضي حارم نفسه من حاجات كتير. بالظبط. يعني في السن ده عايز يخرج وعايز يروح، ولا ايه رايك؟ طبعا. لا طبعا يعني لو عايز تبقى حاجه في كمان خصوصا يعني في لعبتنا يعني اللي هي السكواش، يعني لازم تبقى في يعني تقفل عليك باب الملعب. لا منافسه كبيره. ابطال العالم كلها فيها. عشان يعني لو طلعت من مصر خلاص يبقى انت طلعت على العالم، فهتروح تكسب الناس اللي بره، هتعمل يعني. يعني انا فهمت من كلامك مصر هي الاساس، طلعت منها بطل هتبقى بطل على مستوى العالم. يعني دلوقتي طبعا ابتدى نتراجع شويه في النسبه. مش عارف بس اللعبه اتطورت بره. لا ممكن احنا يعني ممكن برضو انا جيلي مثلا كله خد منح دراسيه في امريكا، ف يعني اغلب جيلي مثلا ما يعني خلاص لعب سكواش هناك في امريكا. فطبعا الفرص يعني فرص طبعا لما اروح اخش جامعه احسن جامعه في العالم، احسن سبع جامعات في العالم طبعا، هارفرد وييل والحاجات دي وكولومبيا والحاجات دي كلها يعني برضو في يعني في بعض من الاهالي برضو يقول لك لا ما انا خليه يتعلم بالسكواش ده. طبعا السكواش اداله كنز ان هو يروح هناك. مصاريف الجامعه وما ادراك، خد سكولرشيب، خد منحه. بالظبط. ملايين الدولارات طبعا. طبعا طبعا. فالفكره كلها دلوقتي مثلا يعني في اغلب الناس اللي هو ايه، طب انا عايز اخليه يبقى بطل في مصر عشان اخرجه بره على المنحه ده. فدي ابتدت تسحب شويه من التركيز بتاع اللعيبه. يروح هناك خلاص انا مستوى هناك غير، ومضطر ان هو كمان يذاكر بكميه ما كانش هيذاكر بيها هنا في مصر. ايوه. فالدنيا ابتدت تقل طبعا. مش هيبقى فيه يعني طبعا مش هيبقى فيه الجيل اللي هو يعني انا فاهم من كلامك ان اللاعب اللي بيروح جامعه بره اللي بيفضل في مصر احتكاكه وتركيزه وتمرينه اقوى.
اللي بيفضل اللي هو يعني اللي بيفضل هنا يبقى هو 100% عايز يركز ان هو يبقى هيبقى بطل السكواش وهيبقى هناك ممكن حالات نادره بس مش الاساس مش الاساس مش يمكن علي فرج ولا مين اللي رجع من جامعه هارفارد علي علي صح علي مثلا كان بطل علي ورجع تاني وصح مش كده ورجع اول بس قصدي اقول لك انه لما راح مستواه نزل بالظبط هو يعني اكسبشن وحاله ممكن تحصل في ما عندنا يوسف ابراهيم برده عن 23 سنه حالات نادره قوي اللي هي تحصل مع ان في ناس كتير جدا هناك بس كله خلاص تركيز يعني هناك بقى انا رايح لغرض المذاكره اكاديميك مذاكره وجامعه واخد شهاده كبيره بالظبط انما بتاخد من السكواش انما اللي بيقعد بقى قليل بالظبط المفروض يعني يكون في مساعدات هنا يعني ان هو يعني يكمل في دراسته يكمل بالظبط ويخش يعني الرياضه بتاعته يكملها على اكمل وجه يعني بس خليني اقول لك برضو ان السكواش على قد ما هو يعني ناس فاكره انه لعبه سهله او لعبه مش منتشره لا السكواش صعب قوي انت بتقول دلوقتي 13 سنه بيبتدي من دور 256 يعني في سنك بنتكلم في ده اللي بيخش في البطوله لا ده انت ممكن يكون في سنك في مثلا بتاع 800 900 لاعب وتطلع 300 900 تانيين يعني بنتكلم في من 13 ل 15 بنتكلم في 2000 3000 لاعب طبعا منافسه صعبه جدا سهل خالص منافسه صعبه وعايزه تركيز وعايزه شغل يعني الموضوع صعب يعني مش ومكلف طبعا كوش لعب مكلفه جدا طبعا يعني البرايفت والشغل والتمرين طب قول انا عايز اتكلم في الناحيه الفنيه يمكن الناحيه الفنيه مهمه بس الناحيه البدنيه مهمه برضه انت بتتمرن فيتنس يا مروان طبعا كم يوم في الاسبوع ست ايام بنتحايل عليه والله بتحايلوا عليه عشان تتمرن في فيتنس انت عايز تلعب سكواش على طول عايز المضرب فين طب ما تودوه فيتنس وهو ماسك المضرب برضه عامل زي اللعيب عامل زي اللعيب اللي هو عايز انا اخش ماتش على طول يا ابني اتمرن مفيش عايز العب ماتش بس عاجبني يا مصطفى احنا بنتحايل عليه والله كابتن ست ايام بنتحايل على شجره لا ده ممكن يعيط لنا بالليل مش لا لا مش عارف يعمل لنا كده بقى ايوه والله يا ابني عايز يروح يلعب نزلني ماتش مش هزهق نزلني ماتش انما تحطني في تمرين بس على فكره ده طبيعي يعني في السن ده 13 سنه ما بيحبش الفيتنس لا عايز بس لما يكبر انت مش هتجيبه بقى انا دلوقتي اجباري قبل ما اعمل اي حاجه هو في ساعه عجله في اليوم يعني قبل اي حاجه يعني دي قبل اي حاجه انا قبل ما اجي هنا يعني ساعه عجله في البيت عندك عندك عجله في البيت وبنزل الجيم على طول لو انا هنا وهنا هي ساعه اجباري شوف بقى ايه عشان تقوي رجليك الاماميات ايه اللي بعدين عشان لو اليوم حصل فيه لا قدر الله اي حاجه يعني مثلا السكواش مثلا ما كانش اللي هو 100% دي تعوضها برافو الناحيه البدنيه مهمه جدا في السكواش طب خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا عن السكواش عندنا كتير نتكلم عنه ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد مصطفى يمكن 2021 2021 كانت سنه سعيده عليك وكان ما شاء الله بدايه العالم كله يعرفك خلينا نتذكر كده نتذكر البطولات اللي انت يعني ناخد سنه يعني لا سوري ناخد شهر نمشي كده سنه 21 نشوف ايه ابرز المحطات اللي انت حاسس ان هي كانت ليها دور كبير جدا في في في, في مشوارك لا طبعا كان بدايتها ماتش بول كول في الاهرام بطوله الاهرام وصلت فيها دور الاربعه كان هو ساعتها نمره 4 العالم او نمره 3 العالم كان شهر 10 2020 بعد كده ابتدت بقى خلاص اللي هو سيمي فاينالات بعد كده دخلت على كسبت بالكور كسبته ثلاث مرات دي اول مره تكسبه فيها ثالث مره كسبته كنت كسبت البطوله دي اللي هي بتاعه امريكا كان في دور الثمانيه هو كان لسه راجع كسبان هو كان لسه كسبان البطوله من يعني كسبان بطوله انجلترا المفتوحه وكان بطوله كبيره قوي كان جاي طبعا هو كل في الكل فالحمد لله يعني ساعتها كنت دور الثمانيه كسبته كان ساعتها دي كان البطوله دي كانت في شهر 10 بطوله 2021 شهر 10 كسبت ساعتها بطوله امريكا المفتوحه كانت بطوله كبيره طبعا بس قبلها كان العظماء بقى الثمانيه وكان قبليها كان العظماء الثمانيه في شهر 6 دي كانت كبيره دي كانت كبيره قوي دي ميزتها ان انت ما كانش حد متوقع حلوه يعني بعد كده الناس رايحه حطك في الصوره بس انا رايي انا المولد الحقيقي ليك صح. اللي قلت انا مصطفى عسل صح. انا هنا هو انا مش جاي اهزر العظماء لا العظماء انا داخل اصلا الحمد لله اللي هو الحمد لله انا دخلت وقعت في مجموعه صعبه جدا انت اصلا داخل بصعوبه لا علي فرج ومحمد الشرباجي ومروان الشرباجي يعني ما فيش مجموعه اسوأ من كده ف
كانت صدمه، بس الحمد لله انا دخلت. وكمان الشعور ان انا هنا بلعب في جنب بيتي برضو. أيوة. اكتوبر وجماهير النادي الاهلي. لا وخلي بالك برضو كلها مجلس اداره النادي الاهلي كان موجود ممثل عنهم. كان طبعا 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 لا مش الجرح تقريبا. كان شعور تاني، يعني شعور تاني. حاسس انا بلعب فعلا في بيتي. بالظبط. كان شعور حلو، والجمهور كله جاي والناس كلها. حتى في الماتشات بتاعتي كان الساعه 12 بالليل و1 بالليل، والمدرجات برضو مليانه، فكان شعور لذيذ يعني. طب انت تابعت الماتشات دي؟ تابعت الماتشات كل مره. كل ماتش كنت بتروح الملعب وبتشجع درجه ثالثه درجه ثالثه مش هزار لاخوك طبعا. طيب وشايف احلى ماتش لعبه مصطفى ايه في بطوله العظماء دي؟ احلى ماتش انت من وجهه نظرك انت؟ احلى ماتش طلعت مبسوط كده قلت يا ده مصطفى النهارده يعني؟ ماتش طارق. طارق مؤمن صح؟ ده كان احلى ماتش. كان احلى ماتش. كان ماتش فيه اثاره كده. كان فيه اثاره. طيب و يعني نقول مثلا بطوله، نروح على البطولات اللي بعد كده يعني بطوله العظماء خلاص، نروح على البطولات طول السنه. شايف احلى ماتش في الماتشات اللي فاتت دي القريبه، احلى ماتش بقى على الاطلاق في كل البطولات لمصطفى؟ ماتش ابو الغار. ابو الغار ايه قصته ده؟ ده ماتش كان في بطوله امريكا المفتوحه. لا بطوله بطوله اللي هي اللي بتعمل في المجمع الاطوره وكده. ملعب شيكاغو باين او حاجه زي كده في نيويورك. نيويورك في جراند سنتر اللي هناك. البطوله كنت متوقعها خالص. رايح اصلا كنت تعبان جدا، ولعبت محمود ابو الغار كان ساعتها نمرة 6 العالم او حاجه زي كده، وانا كنت بعيد، كنت حاجه 20 لسه بادئ مشوارك. كان عامل زي كده، كسبت الماتش 3-1. هو عاجبه الماتش ده ان هو كان مش فارقه معايا، فكنت عمال يعني فنيات بقى. لا فنيات من اي حته يعني، الكوره اعملها كده تنزل، الكوره تعملها كده تموت. طب ايه السبب؟ كنت رايق ومش عليا ضغوطات وتعبان وكل حاجه، فهو عجبه الماتش ده قوي يعني. انت رايك ليه؟ عشان كانش فيه ضغط ان هو حاسس ان هو يكسب؟ مفيش ضغط، وبيلعب يعني بلعبش على الحكم زي ما يقول كده. عجبك الماتش ده؟ خلي بالك يعني برضو دي رؤيه لاعب سكواش يعني، وبيتمنى لك الخير. طب خلي بالك هنا بتيجي الرؤيه انه حاسس الماتش حلو يعني. يمكن انت ما تحسش بده اكتر. صح. اخوك ممكن يحس بيك. تمام. طيب قول لي يعني، يمكن كان في مدربين ليك يعني ليهم دور كبير ليك في مشوارك عمرك ما تنساهم، دايما مدين ليهم بالفضل، ونفس الكلام بالنسبه لمروان على مشواره ده. بس خليني اسالك الاول يا مصطفى، مين المدربين اللي انت شايف ان هم ليهم دور كبير جدا سواء سكواش او فيتنس الاثنين؟ يعني لا يعني من اول لما بدات طبعا مدربين كتير جدا يعني. من اول ما بدات يعني كابتن اكرامي مثلا في دجله دلوقتي، وبرده كابتن ولع مجيد وناس. لا مش عايز انسى حد الصراحه يعني. وكمان الطفره بقى اللي كانت في الناشئين، طفره كانت في الرجال طبعا يعني، كابتن محمود عبد القادر برده، كان في مرحله كابتن احمد حسني. لا يعني الناس دي يعني طلعتني في حته تانية خالص. طبعا كابتن محمد عباس بقى لي معاه 9 سنين، برده كابتن محمود عبد القادر 6 سنين. دي ارقام كبيره. ولا وجريت بسرعه ما حسيتش بيها يعني. انا داخل الاهلي يعني بقى لي 7 سنين في الاهلي، مش حاسس ان هو اكنه اول يوم لسه. مش حاسس ان انا قعدت فعلا كل ده. ف لا طبعا يعني بحب طبعا اشكر الدعم الكبير من مجلس اداره طبعا على اعلى مستوى يعني، كابتن محمود الخطيب وكابتن خالد المرتجي وكل المجلس كله في يعني في المكسب وبرده في الخساره، كله في ظهري على طول يعني. مش قادر اقول حاجه ثانيه. انت تتحب يعني، انت حبوب يا مصطفى يعني. انت بجد؟ لا بجد والله يعني. انت ولد يعني، انا اعرفك من قبل الاعلام والميديا وبحضر تمارينك وكده. انت ولد يعني اللي يتفرج عليك يعني يحبك، تحس ان هو ابنه اخوه صاحبه يعني، تحس ان انت واحد منا يعني. واحد منا، يمكن بشرتك شكلك تحس ان انت واحد منا يعني. بس خليني برضو نفس الكلام، انت طبعا سنك صغير يا مروان، لسه ما شاء الله لسه العمر قدامك. يا رب ان شاء الله تبقى بطل انت باذن الله. انت ومصطفى تبقوا اول وثاني العالم، او يعني تبقوا بتنافسوا على كده. خلينا فاكرين ده باذن الله. مين المدربين اللي انت فاكرهم؟ عمي كابتن ابراهيم، وكابتن وائل عبد المجيد، وكابتن محمود عبد القادر، وكابتن فيتنس كابتن محمود عبد الغني. دول اللي انت بتحب تتمرن معاهم. طب احنا لو في اول وتاني على العالم وما بينكم انتوا الاثنين، تحب مين يبقى اول ومين تاني؟ سؤال صعب. لا دي بقى على حسب يعني. انا دايما بقول له على حسب ايه، زي ما تيجي. لا طبعا يعني، كمان عايز اشكر عمي ابراهيم عسل، هو اللي معلمني سكواش انا وهو، وعلم الجيل بتاعي كله يعني. الجيل انا في سني ده كان نادي الجزيره. يعني الصراحه علمنا ازاي. طبعا انا كنت في الاول اللي هو
امسك المضرب واقف. طبعا دي اصعب حاجه كرة طبعا أصلاً. انا بلعب كوره ان هو يجيب لي الحته. تعالى عند 14 سنه تعالى العب سكواش يمكن تفلح طبعاً. صح سبحان الله نصيب. فضل كبير قوي يعني. يعني طبعا وقف ورايا بشكل كبير جدا في التمرين. وطبعا بابايا ومامتي يعني في كل حاجه مش طبعاً. في التمرين بس جامعه مدرسه يعني مدرسه سكواش كله يعني الحمد لله. صحيح. وعايز اقول لك كمان انه باباك انا حضرت معاه مره ماتشات يعني وهو بيتفرج عليك وبتاع. لا انا جالي العصبي بصراحه. لا لا انا جالي العصبي يا استاذ محمود بصراحه. لا قمه التوتر اللي في الدنيا انا اشفقت عليه. هو في ايه يا جماعه؟ لا بيلعب بره كانكم بتتعبوا. لا مش شفتوش مع ده بقى شخصيا. مين معاه؟ ها مروان طبعا عشان صغير. لا لا اخر العنقود. لا لا اخر العنقود بقى. بس هو ده ممكن مثلا يكون كسبان 10-0 ونقص نقطه. لا هو ممكن يعني لا انا عايز اخلصها بالشكل المعين يبقى منطق حلو. فلا لسه بقى يا مروان ارحم باباك قاعد بره. ارحم باباك واخوك. انا عايز اقول لك انه بس هقول لك عشان سنه لسه صغير بالظبط لسه مجبر طبعا. يعني يمكن هو مش يعني حته خلي بالك 13 سنه يعني لسه جهازه العصبي ما اكتملش. يعني لسه مش هتكلم بقى على الفيزيكال. لا ده العصبي ما اكتملش. وخلي بالك يا مروان السكواش بيحصل ضغط عصبي على اللاعب وهو يا حبيبي لسه صغير. انا بشوف بنات واولاد بيطلعوا من الملعب 11 سنه بيعيطوا بينهاروا. طبعا يا جماعه مش اي حد يتحمل. شفناها ده شفناها كتير. كتير. انا كل ما بخش ماتشات البطولات الاسكواش الاقي على جنبي الناس بتعيط ولازم بتعيط ناس بتعيط. وفي ايه وفي ايه يا جماعه؟ لان مش فعلا لا انا بشفق عليكم يا جماعه مش كده بالراحه. وتلاقي ساعات اب ماسك ابنه ولا ام ماسكه بنتها انت ازاي تعمل وهي يا حبيبتي لسه صغيره. مش فاهم مهما كان ما هو مكسب يفرح. اي خساره تزعق. وغير كده بيبقى يا حبيبي العيل لسه جهازه العصبي ما اكتملش. صح. طب انت عمر باباك زعل منك في مباراه؟ عنفك في مباراه؟ زعلت انت طالع بتقلب نفسك جامد هو دلوقتي؟ لا بس طبعا من زمان طبعا. يعني مثلا الواحد ما كانش بيأدي اللي عليه او مثلا بيعمل. بس دلوقتي الحمد لله الواحد بيأدي اللي عليه كله بقى خلاص. يعني خلاص على يعني هخش ادي اللي عليا. لا خلاص انت كبرت دلوقتي بتاعت ربنا. طبعا خلاص. بس ده بالعكس ده هو دلوقتي شيل عليك الضغط بالظبط لانه عارف انت نفسك بتأنب نفسك ازاي بالظبط. يمكن مروان عشان انت لسه برضو بيتشكل شخصيته بالظبط فيمكن هو محتاج باباك اكتر بالظبط. لكن دلوقتي انت طبعا محتاج له كل شيء ولكن بشكل اخر بالظبط بدنيا ثانيه. نفسي يتلقى عنك صدمات يدافع عنك في امور بالزبط. لما يحصل عليك هجوم بشكل او اخر. ولكن يبقى انما هنا بقى مروان محتاج يعني يكون شخصيته. طب قول لي يا مروان يعني يمكن من الحاجات اللي الواحد يعني دايما بيحطها في اعتباره في السكواش انه عايز يسافر بره عايز يلعب بره. وزي ما قال مصطفى في الاول انا بلعب هنا اصلا مش عشان بس يبقى محلي. انت سافرت بطولات بره؟ لا كورونا جت كان عندها بريتش اوبن كورونا. كورونا جت صح كنت العبها في انجلترا فمفيش نصيب. بس ممكن تروحها في 15. يعني انت لسه ليا سنتين. انت لسه لك سنتين في 15 فممكن يعني يمكن بعد كورونا خلاص كل الدول رفعت يعني مثلا يعني السنه دي لو في بريتش هسافر. هتسافر ان شاء الله بس لازم تحافظ على الرانك بتاعك. طبعا خلي بالك ان البريتش بيبقى ليها تصفيات في المنتخب. ايوه طبعا. يعني انت حتى لو الرانك كان كويس بس انا لو اول او ثاني بره التصفيات دي بره التصفيات دي فعلا لان انت بتبقى محتاج ان انت تروح لان المنتخب بيعمله بيجيبوا اللعيبه وتعملوا تصفيات. بس بتهيألي طالما انت اول تاني خلاص. خلاص انت بره الكلام ده. طيب مين اللي اكتر ناس بينافسوك في سنك يا مروان؟ يعني في اسامي انت حافظها شفتها؟ هنقول في سنك بلاش تقول اللي اكبر منك بسنتين لان انت دلوقتي بتلعب في اكبر منك بسنتين او اكبر منك بسنه. مش هنقول اللي اكبر منك بسنه هنقول نفس سنك. نفس سني سيف الفاعي معانا في النادي الاهلي وكريس. كريس هو عارف كريس مين؟ كريس فين؟ كريس عبير في الدجله. بيكلمنا بس انا عارف بس انا قلت له على الجروب فهو يمكن فاهم بقى ان انا نادي دجله. بس بيقول لك كريس ساكت هو يمكن فاكرني بقى بيلعب في وادي دجله. لعب في وادي دجله ايوه. ومين تاني كمان؟ مفيش يمكن اثنين ثلاثه. ما هو لان هو يعني هو لا انا حافظه. انت حافظه وبتحضر ماتشاته؟ لا حافظتهم خلاص. حافظت اللي فوقيه واللي تحتيه وده محتاج ايه وده خلاص يعني. انا عاجبني ما شاء الله فيك يا مصطفى انت مركز يعني. يعني انت ممكن لقطه تلقطها تركز. بالظبط. لعلمك بيفرق بين لاعب والتاني هو التركيز. صح. طب انت بتشتغل على نفسك منت يا مصطفى؟ طبعا. ازاي؟ معايا واحد في ايرلندا شغالين انا وهو منتل يعني بتعملوا اديني كده جلسه بتعملوا سيشن مع بعض بتعملوا يعني يعني مثلا بنتكلم
عادي خالص، بحكي له ايه اللي بيحصل الفترة اللي فاتت مثلا، ازاي بقى كنترول بقى الحاجات دي، الضغط بتاع الماتشات، بيدردش معاك عادي. الضغط عامة في الحياة عادي خالص يعني، أزمة عندك يعني بالظبط يعني، الدنيا بتبقى يوصل معاك لحل. طبعا يعني يعني الحمد لله كمان الموضوع ده يعني كان برضو عند اللعيبه، في لعيب، شويه لعيبه اللي هو مش مقتنع بيه كتير كتير، مش مقتنع بيقول لك هو انا مجنون، انا واحد منهم كنت بقول كده. بس بعد كده طبعا مع الظروف الـ يعني المحيطه طبعا، عشان توصل او محتاج منتال كوتش عشان بالزبط يساعدك. بالظبط بالظبط، اكيد لما حدش هيوصل للطريق القمه كده وهو مثلا مش يعني محدش مثلا بيحبه او مثلا، لا لازم هيبقى ليه، خاصة ان انت برضو يعني في ضغوط كتير. طب. في ضغوط بتجيلك من عايز تبقى كويس، في ضغوط جايالك من حكام بالزبط. في ضغوط جايالك من منافسين، ولا منافسين عندهم 30 سنة او مثلا عندهم 28 سنة كلهم في اكبر. صحيح. الموضوع برضو يعني ساعات مثلا انا كنت قبل كده مثلا، لا هو اكبر مني بكتير قوي يعني، ازاي ان انا اوصل ان انا اقدر ان انا اتعامل معاه والعب معاه عادي من غير الرهبه، الرهبه بتاعتك. بتتفرج عليه زي مروان كده، فرق السن بينك وبينه بالزبط. هو بيتفرج عليك، لا انت بالزبط. فجاه بقيت بنفسه بالظبط اللي انت بتقول عمرك بتتفرج عليه بالزبط. دي كانت محتاجه منك. انا عارف ان هو ضغط اكبر على اللعيب التاني، بس انا برضو لازم اوصل عشان الرهبه اللي في الاول دي تخليني ما اعرفش العب كان في الاول يعني. واشتغلت عليها، اشتغلت عليها الحمد لله. الحمد لله. وازاي تكسر الحاجه دي، وازاي تعمل ايه في الملعب عشان ده يخليك ما تحسش بيها. طبعا السكواش محتاج كتير حاجه، منتال ومدربين سكواش وفتنس وفيزيو كله. تمام. طيب خلينا نطلع الفاصل يا مصطفى ونرجع نكمل كلامنا. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا، عندنا كتير عن السكواش، اللي حابب واللي مهتم بالسكواش يتفرج علينا، وعندنا حاجات كتير، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن اجي لك يا مروان، احنا كنت بكلم مع مصطفى قبل الفاصل عن المنتال، شغل الذهني. هل انت شغال على الموضوع ده دلوقتي ولا لسه مش دلوقتي؟ لا لسه مش دلوقتي. لسه مش دلوقتي، ما بداتش حتى تتواصل مع كوتش، ما بداتش تتكلم معاه، بس هو يمكن باباك اكتر بتتكلم معاه. بابايا. بابا. انا طبعا مر بخبرات دي مع مصطفى، فبينقلها لك. طيب قول يعني، خلينا نتكلم عن التدريب الناحيه بقى بره الملعب. يعني انت راجل دلوقتي عندك مباراه 6 ايام في الاسبوع مينيمم، بتحب تعمل ايه تاني غير السكواش؟ هو يوم واحد بس في الاسبوع اللي بخرج فيه يعني. تلعب بلاي ستيشن ولا بتعمل ايه؟ بلعب بلاي ستيشن. اكسب شفت بس انا ابني في نفس سنك فبرضه بيلعب. انت 2008 2009 صح؟ 2008 فهو نفس سنك، فهو في الفراغ بيلعب بلاي ستيشن. بتحب تلعب ايه في البلاي ستيشن؟ فيفا. كوره طبعا. ده انا ما انا وبتلعب كوره بس. في سكواش في بلاي ستيشن؟ لا مفيش. طب في، طب الباسكت تلعبوش ليه؟ في بس كل الحاجات دي فيها، بس في بس الفيفا مش طبيعيه. بتلعب بقى ايه؟ بتلعب في صحابك بيقولك البيت ولا اونلاين ولا بتلعب ايه؟ بلعب اونلاين. لعيب كويس يعني؟ هشد عليه المره الجايه. هو بيلعب احسن منك ولا انت؟ لا لا انا كنت بلعب فتره محترفين برضه فعلا. يعني انا بطل بقالي صنف على العالم. صنف على فكره والله. والله في الفيفا؟ بلاي ستيشن؟ انت ايه يعني بنخش بطولاتنا يعني، مثلا احنا عندنا كل اسبوع مثلا ان هو بطوله مثلا من 20 ماتش مثلا، بكل اسبوع بيبقى كده، فبيبقى في 10 ماتشات مؤهله وفي 20 ماتش مثلا. انا الحمد لله بكسب 18 مثلا، فدي بتبقى ارقام يعني مثلا. ما حاولتش تخش على فكره دي في بطولات عالميه؟ انا عارف. ما فكرتش تخش بطوله من دي؟ ما فكرتش، بس يعني انا في ليفل اللي هو يعني ممكن استريم وابقى يوتيوبر وكده وبالظبط. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بص اقفلها لك من ناحيتين، هتلعبه بلاي ستيشن هتخسر. انا اللي دخلت القصه. هو اللي دخلك وعلمك. شفت في الاثنين. شفت على فكره الايام هتمر وهترجع في يوم من الايام يا رب ان شاء الله اديك الصحه وطولة العمر، هتقول ان مصطفى، وهنقعد القعده دي وخليك فاكرها، هتقول ان مصطفى كان ليه فضل عليا كبير. طبعا ربنا يدي الصحه لبابا وطول العمر، وهو الاساس فيكم انتوا الاثنين، ولكن لما بيبقى الفرق كبير بين الاخين بيبقى الاخ في مقام الاب. صدقني في يوم من الايام هتقول كده الحقيقه. طب خلينا مصطفى، انت بقى بره غير البلاي ستيشن بتعمل ايه؟ عادي يعني، يعني مثلا ليا الصراحه يعني خميس وجمعه كده، الجمعه دي بيبقى يعني الوجبه مثلا اللي هي بتبقى الفري ميل بتاعتي بالظبط بتاعت الاسبوع، بتبقى يوم راحه كده، دي بتبقى كل يعني بفكر فيها. طب قصه البابل دي بتروح تلعب بابل ولا؟ بروح العب بادل. بروح العب بادل ساعات. بس خليني اقول لك، البادل دي هي ميكس ما بين التنس والسكواش. عجبتك؟ بنلعب انا واحمد حسني ومحمود عبد القادر. والله بتلعبوا فين؟ بنلعب يعني ملاعبها فين؟ ساعات بنلعب هنا في اكتوبر،
وفي ملاعب كتير قوي فتح في اكتوبر، 63 ملعب مثلا بقى في اكتوبر بادل. بادل حلوه اه، اتوسعت جدا في مصر يعني. حلوه لعبه ممتعه بجد. اه انا يعني مثلا انا احب الحاجه اللي هي مثلا ايه اعرق فيها واروح واجي، بس هي دي ما تعرقش قوي عشان بس طبعا لو بتلعب مع ناس سكواش يعني ناس من السكواش لا هتروح وتيجي وتلعب. اه بالظبط. يعني شايف اللعبه دي ممكن تبقى ليها دور قدام يعني؟ طبعا. ممكن انتشرت في مصر وليها بطوله واحنا غطيناها في مره في برنامج الابطال، بس شايف اللعبه دي ممكن يبقى ليها دور عالميا؟ ممكن الناس، لان هي اللي بيلعب تنس بيلعبها واللي بيلعب شوش بيلعبها. وهي كمان منتشره جدا في اسبانيا فعلا، هي بدل هي البدايه بتاعتها اسبانيا. في اسبانيا فهي بس لسه امريكا ما دخلتش ولا ملعب لسه ولا ملعب. والله مش بعيد ان هي لعبه اولمبيه، والسكواش ما دخلش اولمبيه دي، دي دخلت اولمبيه والله العظيم. مش عارف ازاي انا بلاقي العاب والله بجد مره العاب غريبه جدا، العاب مش ممكن اتخيل انها تبقى في الاولمبيات والسكواش ما بيخش، بس يمكن بعد ما لعيبه امريكا وانجلترا لا طلعوا بشكل كبير. اه يعني هتلاقي عندنا دلوقتي اثنين في السيدات من امريكا، دي كانت حدث برضو بالظبط. بول نمره واحد على العالم. الحاجات دي كلها بس خلي بالك، بول كول بطل عالم دلوقتي عشان هو ما بيسيبش بطوله. لا هو ما بيسيبش حاجه. انا بجد كل ما ابص في اي بطوله سكواش الاقيه بطوله ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 هتلاقيه في اي حته. اي حته انا ببص الاقي هو ما شاء الله جسمانيا قوي قوي. اه والدروب تنفعه لان هو بيروح على 16 من دروب. طب فبول كول الحقيقه غيركم ما بيلعبناش. اه يعني اه يعني انتوا بتسلكت البطولات، هو بالنسبه له بسم الله ما شاء الله يعني قاطع. اي بطوله موجوده في اي حته انا رايح، فهو بيجمع نقط اكتر منه. طبعا. بس لما هيقابل الفيصل حقيقي البطل زي ده لما يقابل المصريين بالظبط. بس صح. المشكله ان صح. هو يعني مثلا يعني احنا مثلا انا الفتره اللي فاتت دي انا لاعب توري مومن او انا لاعب علي فرج، يعني احنا الاثنين طبعا بنبذل كل حاجه. كل حاجه كل حاجه عشان نوصل الفاينل. فهو يبقى جاي الناحيه الثانيه كده ايه. طب القرعه بتخدمه ولا ما هو جاي مريح، ولا بتحس ان ممكن يكون يعني يعني انت خلاص خلينا نقول قرعه. لا هي قرعه خلينا نقول قرعه. القرعه بتخدمه طبعا. انتوا المصريين بيقعدوا بيقعوا في طريق بعض بالظبط، فبنخلص على بعض خالص. خلصوا على بعض حتى خلص. اللي طلع كسبان خلصان. لا اللي يعني لو احنا عندنا كمصريين كده اللي هو اللي هيعدي الليفل الجاي خلاص كده هو عاد ليفل ممكن يمشي معانا. انا هو نروح ونسيبها خالص. دخل على ليفل الوحش احنا خلاص. انا يا ابني مش انا كسبان بس انا مش هكمل، انا مش قادر بالظبط. طيب هو يعني اللي قصدي اقول لك ان ده ممكن يبقى فتره بالظبط. فتره يعني ايه؟ يعني ممكن تخدمه بطوله 2 3، انما اللونج ران لا. اللي هيبقى الكفاءه انا اتوقع هتبقى المصريين. لا ان شاء الله مش هقعد كتير، مش هقعد كتير يعني. هي ممكن شهرين ثلاثه ونجيبها تاني يعني. يعني عيب علينا لما نكون نمره 2 نمره 3 نمره 4 نمره 5 مصريين ونمره 1. طب قول لي يا مصطفى برده ما ينفعش ما نتكلمش عن يوسف سليمان. يوسف لعيب زميلك في النادي الاهلي وولد مجتهد جدا طبعا. وبيسعى يعني. شايف يوسف، شايف دلوقتي ما شاء الله بقى في ال 15 رانك العالمي ال 15، شايفه ايه؟ شايف يوسف ايه؟ لا يوسف طبعا لعيب جامد جدا، لعيب اضافه كبيره جدا لاي نادي صراحه. يعني طبعا بطولات بتبقى على اعلى مستوى هو بيقدم فيها، يعني بيبقى قريب جدا من الناس. ممكن يعني ما بيحفوش الحظ شويه، ممكن ماتشات بتبقى 3-2 مثلا خلصانه 11-9 مثلا. طب بتمرنوا مع بعض في النادي؟ اه طبعا. بس هو مشكله ان هو برضه في انجلترا، دراسته في انجلترا شويه، فهو بيجي على الدوري طبعا يروح. فالدنيا بتكون صعبه شويه. بس الفتره اللي في مصر انتوا مع بعض بالظبط. يعني لا لا يوسف يعني هو دايما كان تحت 19، انا مثلا تحت 15، فهو على طول كابتن الفريق بتاعي في يعني هو اكبر مني. اه طبعا يعني في السفريات مثلا هي بتبقى زي بطوله البيتش اوبن، هو انجلترا المفتوحه الصغيره وكده بالظبط. فيعني دايما يعني قريبين يعني. طيب قول يا مروان، انت يعني باستثناء مصطفى، يعني طلع مصطفى بره الايكويشن خالص، انت مين ماسك القعده؟ رامي عاشور. رامي عاشور ده قعد يمكن 65 مباراه ما يخسرش، صح؟ انا فاكر الرقم حاجه كده، حاجه و60 مباراه متتاليه يعني. رامي عمل ريكورد كده. طب ايه اللي في رامي حاسه يعني؟ ايه اللي في رامي عاجبك؟ الفنيات. فنيات فنيات. بس خلي بالك رامي فنان، هو بيقول لك يعني حتى بيقولوا لي في الكنترول كان بيرسم بالمضرب في الملعب. وكمان كان عنده ناحيه بدنيه كويسه. انت فاكر ما شاء الله دلوقتي بقى مغني كبير. طب انت فاكر فنان في كل حاجه. ما شاء الله. على فكره انا مش عارف ايه رابطه السكواش بالغنى، يعني احمد براده برضه خلص ورامي دلوقتي ويمكن انت لما تخلص تغني انت كمان. ما انا مش عارف. هو ارض الحيطان بقى قاعد فيهم يعني في رابطه ما بين الغنى.
ليه انا بقول يمكن لان اللعيب الاسكواش فنان طبعا، يعني مبتكر في الملعب، والملعب كل ما صغر الملعب الكور بتاعته وليه ازاي طريقته وليه كل لعيب سكواش ليه طريقه يعني مفيش واحد يعني تلاقي ده مختلف عن ده وده مختلف عن ده، ده مفيش مثلا زي الكوره مثلا هي هلعب 4 3 3 4 2 كده، لا ده هنا بقى مثلا كل لعيب ليه حاجه مختلفه، ليه كوره مختلفه، ليه حاجات مختلفه، بصمته وشخصيته في الملعب. بالزبط. صحيح فعلا كلامك صح. بالزبط. يعني انا لما تتفرج على واحد والتاني الدنيا مختلفه، اتفرج على مصطفى لما اتفرج على رامي عاشور حاجه ثانيه، هشام اخوه كان حاجه ثالثه، كل الناس فول كول حاجه ثانيه خالص. بالظبط. يعني مفيش فنيات بس طبعا بيجري لغايه لما يعني يجري لغايه لما نمشي احنا في الثانيه. صحيح. مصطفى طبعا الحلقه مرت بسرعه بس انا سعيد بيك وحاسس قد ايه انت من جواك اكتف وجاهز للفتره الجايه، الفتره الجايه محتاجه منك شغل كبير. ربنا يوفقك. كفايه بس الدعم بتاع والله قناه النادي الاهلي ومجلس اداره، ويعني مجهود كبير جدا، ويعني كل حاجه بتطلب احنا في ظهرك، احنا عايزينك بس تكسب وتشرفنا كالعاده. بشكرك مصطفى، نورتيني وشرفتني طبعا، ومزيد من التوفيق. بالتوفيق. النادي الاهلي هيلعب يوم السبت مع سان داونز. يا ولد ايوه كده يا مروان، ان شاء الله اتفرج على الماتش. ان شاء الله ان شاء الله ثلاثه كمان اهو. بس خلاص اهو مروان قال لنا على الهوا ان شاء الله ماتش سان داونز هناك هيخلص هذا للاهلي ان شاء الله. وعلى فكره لو جت هطلع لك الحلقه الجايه ان شاء الله، والنتيجه طلعت كده هطلع لك باذن وان شاء الله نكسب. لو بس لو نتيجة زي ما انت قلت ان شاء الله هطلعها لك في الحلقة اللي جاية ان شاء الله. مروان نورتني وشرفتني يا حبيبي، كل التوفيق ليك وان شاء الله تبقى بطل كبير ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، دي كانت حلقتنا النهاردة مع الاخوين عسل. انتظرونا في الحلقات الجديدة مع الابطال نجوم كتار، انتظرونا في حلقة جديدة مع الابطال.